صباح الخير لنا وصباح الخير عمر، واهلا بكم مشاهدينا في صباح جديد مع ابرز ما جاء في الصحافه لهذا اليوم. ونطالع من الصباح ومن ابرز عناوينها. التقى عددا من زعماء العالم العبادي من دافوس، العراق قصه نجاح تحققت بوحده العراقيين. وفي تفاصيل الخبر، استبق رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مؤتمر اعاده اعمار في الكويت بحشد الدعم للعراق بلقاء في دافوس امس الاربعاء. رؤساء أكبر الشركات العالمية الاستثمارية وكبار المستثمرين في مختلف المجالات، وقدم لهم رؤية العراق المستقبلية لتطوير جميع القطاعات والفرص الاستثمارية الكبيرة، مبينا الإقبال على عملية نهوض في الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل. كما التقى العاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين ورئيس الوزراء الإيطالي باولو والمستشار الألماني أنجلينا ميركل كل على حدة. وفي حين ناقش مع وزير الدفاع الألمانية تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية استقرارها، حضر الاجتماع زعماء المنتدى الاقتصادي العالمي حول الحلول المشتركة للشرق الأوسط. وأفادت بيانات لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي تلقته الصباح بأن العبادي بحث لدى لقائه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع الأوضاع والمجالات. وأيضا من الصباح وعناوينها، توزع بدفعات في محافظات كردستان وكركوك ونينوى، المفوضية تسلم البطاقات الإلكترونية لأكثر من 300.5 مليون ناخب. وفي تفاصيل الخبر، أنجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسليم ملايين عدة من البطاقات البيومترية للناخبين، مؤكدة قرب وصول البطاقات الخاصة بخمس محافظات. وقال عضو مجلس المفوضين معتمد نعمة الموسوي بالصباح أن وتيرة توزيع البطاقات البيومترية بين الناخبين قد تصاعدت مؤخرا، مشيرا إلى أن آخر التقارير أظهرت تسلم أكثر من 300.5 ملايين ناخب لبطاقتهم خلال المدة الماضية في 13 من المحافظات. متوقعا تسلم جميع الناخبين لبطاقتهم خلال المدة المتبقية. وإلى عناوين الزمان، ووزير الداخلية يأمر باعتقال مستربي معلومات بشأن عصابات مخدرات، وضبط متهمين بحوزة تماز بقان أحمر في بغداد. وفي تفاصيل الخبر، أوقفت وزارة الداخلية مدير مركز شرطة المثلى وعدد من موظفي كانوا مسجونين في المركز، فيما قرر الوزير قاسم الأعرجي تكريم فريق العمل الذي ألقى القبض على 3 متهمين بحوزتهم مادة الحشيشة والحبوب المخدرة. وقال الأعرجي في بيان أمس أنه أمرنا بتكريم فريق العمل الذي التقى أو قام بإلقاء القبض على 3 متهمين بحوزتهم مادة الحشيشة والحبوب المخدرة. وأضاف أننا شددنا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق الذين يخالفون القانون مهما تكون صفاتهم أو انتماءاتهم، وأكدنا عدم الرضوخ لأي ضغوطات من أي جهة كانت والتقيد بالقانون والتعليمات. وتبع الوزير أمرنا بتوقف المسؤولين عن تسريب صور المتهمين والتقرير الخاص بالحادثة قبل اكتمال مراحل التحقيق، وأن القيام بالنشر هو مخالفة قانونية واضحة وصريحة. وأيضا من عناوين الزمان، روزفلت الروسية تتحمل تبعات عقود الاستثمار مع كردستان. وفي هذا الخبر نطالع، عدت وزارة النفط العقود التي توقعت خارج إطار الحكومة الاتحادية غير قانونية، وتتحمل الشركات تبع ذلك. وقال مصدر في وزارة الزمان أمس، الوزارة لا تملك معلومات عن العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركة الروسية بشأن الاستثمار في الحقول النفطية، ولا سيما أن أي عقد يوقع خارج إطار الوزارة يعد غير قانوني، لافتا إلى تحمل الجهات التي وقعت العقد التبعات القانونية كافة. وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق على بغداد في حل من العقود التي وقعت الشركة مع الإقليم. وقال العلاق في تصريح أمس أن الحكومة في حل من أي التزامات مترتبة على هذا الاتفاق الموقع بين الشركة وحكومة الإقليم، وأضاف أن الشركة ربما سببت الحرج لنفسها قبل أن تحرج الآخرين، ونأمل أن يتم حل المشكلات بطريقة صحيحة.
من جهة أخرى كشفت الوزارة عن إحصائية صادرة نقطية عبر شركة سوما الشهر الماضي، وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان أمس أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة خلال الشهر الماضي وبحسب الإحصائية الصادرة من سومو بلغت 109,573,817 برميل، لافتة إلى أن نسبة الإيرادات المتأتية من النفط بلغت أكثر من 6,503,692,000 دولار. وإلى صحيفة الزوراء ونطالع من عناوين صفحتها الأولى، البنتاغون سنقف تسليح الجماعات المسلحة في سوريا حال محاربتهم غير داعش. وفي تفاصيل الخبر، حيث أكد المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة ستوقف تسليح الجماعات المقاتلة في سوريا في حال قيامها بعمليات عسكرية غير موجهة ضد تنظيم داعش. وقال المتحدث إدريان رانكينج لوكالة تاسا أن الجيش الأمريكي يساعد الجماعات المسلحة في سوريا من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش. وأضاف أن هذه القوات أيضا منعت تدفق الإرهابيين التابعين للتنظيم الذي يشارف على نهايته في سوريا، موضحا أن واشنطن تهدف لهزيمة داعش وغيره من الجماعات الإرهابية في سوريا ومنع تلك الجماعات من العودة إلى المناطق المحررة، وبخصوص الحملة العسكرية التركية في عفرين. أكد المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، إذ واشنطن لطالما بعثت برسالة واضحة لتركيا مفادها بأن توريدات الأسلحة إلى تلك القوات ستكون محدودة ولمهمات معينة. وأيضا من الزوراء ومن عناوين صفحتها الأولى، أكدت تسليم الملف الأمني في العاصمة إلى وزارة الداخلية بعد الانتخابات. والأمن والدفاع النيابية لصحيفة الزوراء سنستضيف قائد عملية بغداد مجددا في الأيام المقبلة. وفي تفاصيل هذه العناوين، بعد استضافتها الأسبوع الحالي وزير الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد ومدير جهاز مخابرات ومستشار الأمن الوطني وقائد عمليات بغداد ومسؤولي الوكالات الاستخباراتية والأمنية في بغداد والمحافظات كافة لمناقشة الخروقات الأمنية الأخيرة التي ضربت العاصمة، تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافة قائد عمليات بغداد مجددا خلال الأيام المقبلة. وقال نائب رئيس اللجنة نايف الشمري أن اللجنة ناقشت الخروقات التي استهدفت العاصمة مؤخرا بحضور وزير الدفاع والداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عن ملف العاصمة بغداد، واستمعت للمعضلات التي تواجه قطاعات الأجهزة الأمنية. وأضاف أن اللجنة ترغب باستضافة قائد عمليات بغداد مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، والهدف من تلك اللقاءات إعادة انتشار وهيكلية القطاعات الموجودة في داخل العاصمة، لأن المعركة مع الإرهاب استخباراتية وليست قطاعات ماسكة للأرض، مبينا أن الشرطة العراقية تطورت كثيرا عما كانت عليه في السابق من خلال الدورة التدريبية واستخدام السلاح المتطور. وإلى المدى وعناوينها المنوعة، أخطاء في فقرة الكوتا تخرج مجلس النواب بعد إقرار قانون أو تحرج مجلس النواب بعد إخراج قانون الانتخابات. وفي هذا الخبر، دفع الخلاف الطويل على قانون الانتخابات البرلمانية والاستعجال في إقراره بجلسة واحدة مجلس النواب إلى الوقوع في خطأ قانوني يسعى لتصحيحه قبل نشر التشريع في الجريدة الرسمية. وكان مجلس النواب قد صوت قبل يومين على قانون الانتخابات وثبت موعد إجراء الاقتراع العام في 12 من أيار المقبل. وصرح رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس على أن القانون الذي لم تطل مجلس جلسة إقراره أكثر من ساعة بعد رفض المحكمة الاتحادية تمديد موعد الاقتراع، وجرى الخطأ حين قرر البرلمان في جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات وزيادة عدد الكوتا للأقليات إلى 9 بدلا من 8 من دون أن يغير النص الأصلي. وأيضا من عناوين المدى، تعديل قانون 21 يمنح المحافظين صلاحيات تحريك القطاعات العسكرية، وحيث يمنح تعديل إقرار مجلس النواب قبل أيام على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 المحافظين صلاحيات واسعة تتضمن تحريك القطاعات العسكرية من دون الحصول على موافقات الحكومة الاتحادية في حال حدوث أي اضطرابات أمنية تهدد محافظتهم. وإزالة هذه التعديلات التدخل الحاصل بين هذا القانون وقانون انتخابات مجالس المحافظات بعدما ألغت مجالس النواحي وقللت أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف تقريبا، ومنحت مجلس الوزراء تحديد مواعيد اقتراع الحكومة المحلية.
ونبقى في المدى. وأيضا من عناوينها لهذا اليوم: مستشار حكومي رصدنا 8 تريليونات دينار لمواجهة الديون. وفي تفاصيل الخبر، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن مشروع موازنة عام 2018 رصد أكثر من 8 تريليون دينار لمواجهة خدمة الديون الداخلية والخارجية، ونتائج الخدمات تتفاوت بين السنوات بحسب درجات الاستحقاق، وتبع بعض الديون يسدد الأصل بشكل أقساط، مضيفا إليها فوائد مثل ديون دول نادي باريس السيادية في الوقت الحاضر، وبعض الديون تسدد الفوائد السنوية فقط، ولكن في الموعد الاستحقاق يسدد أصل الدين مرة واحدة مثل الديون التجارية القائمة الآن بحسب اتفاقية نادي باريس التي سددت لقاء سندات خصمت بنسبة 80% والتي عليها سندات العراق من 20 إلى 28%. وننتقل إلى الأخبار المنوعة وإلى المدى، ومن عناوين صفحتها الأخيرة: وفاة فتاة الملصق النسائي الأشهر في التاريخ. وفي تفاصيل الخبر، توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي التي اشتهرت صورتها خلال أربعينات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة، حملت عبارة نستطيع فعلها في إشارة إلى حث المرأة على الدخول في مجال العمل. وإلى صحيفة الزوراء الأخيرة وعناوين منوعة ومن زاوية عين عن العالم: افتتاح أول مكتبة من الكتب الملقاة بالقمامة في أنقرة. وفي تفاصيل الخبر، حيث قامت مكتبة فريدة من نوعها بافتتاحها مؤخرا أمام العامة في حي بالعاصمة التركية أنقرة، ما جعل المكتبة مميزة ليس بطبيعة عمارتها وحجمها، وإنما جميع محتواها من الكتب التي تم جمعها من قبل عمال النظافة من القمامة. فقد تعاون عمال النظافة في حي كانيكيا على إنشاء هذه المكتبة الفريدة بعد أن أمضوا فترة طويلة في جمع الكتب الملقاة في القمامة والمهجورة في الشوارع. في البداية كان استعمال المكتبة مقتصرا على عمال النظافة وأسرهم في الحي، لكن مع الوقت بدأ سكان الحي بالتبرع للمكتبة بالكتب التي ينوون التخلص منها لصالح هذه المكتبة. وإلى الزمان وعناوينها المنوعة: تحذيرات طبية من وضع 20 صنفا من الطعام في الثلاجة. وفي هذا الخبر، حيث الثلاجة لم تعد دائما مكانا آمنا لوضع الغذاء وحفظه، فقد نشرت مجلة تيكبيت الإسبانية تقريرا عرضت فيه قائمة بأهم الأطعمة التي يجب عدم وضعها في الثلاجة لعدم لعدة أسباب، وذلك يندرج ضمن قواعد تخزين الطعام بشكل صحي دون التأثر على قيمتها الغذائية. وقالت المجلة في تقريرها التي ترجمته عربي 21 أن البرد يساهم في الحفاظ على سلامة الأغذية، لكن ذلك ليس قاعدة مستدامة، فهناك العديد من الأطعمة سواء الطبيعية منها أو المصنعة التي لا تحتاج إلى البرد عند حفظها أو تخزينها، لأن وضعها في الثلاجة سيسرى حتما في تعفنها أو سيفقدها نكهتها أو جزءا من المغذيات التي تحوي عليها. فلطالما حفظت الكثير من الأطعمة في الثلاجة دون الحاجة إلى ذلك، نظرا لأن درجة حرارة الغرفة كافية للحفاظ على سلامتها. وبينت المجلة أن الاحتفاظ بالبيض في الثلاجة يجب أن يكون فقط بعد غسله بالماء، فإذا لم يتم غسله أو تنظيفه بإمكاننا تخزينه دون أي مشاكل في درجة حرارة الغرفة مثل ما نرى في محلات السوبر ماركت، ويحتاج الموز إلى الضوء ودرجة حرارة عالية حتى ينضج، لذا إذا وضعه في الثلاجة قد يؤدي إلى عدم نضجه وإنما إلى تعفنه قبل الأوان أيضا. وأضافت المجلة أن كثير من الأشخاص قد اعتادوا وضع البطيخ في الثلاجة خاصة في فصل الصيف سواء لحفظه أو لتبريده، ولكن لا ينصح الخبراء بتاتا بوضع البطيخ في الثلاجة إذ كان غير مقسم. وإلى الصباح وعناوين صفحتها الأخيرة: تقيم دائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة حفلا تكريم للفنان
المغترب قحطان العطار، حيث ستعيد مجموعة من الفنانين رواد وشباب أغنيات بمساهمة فرقة بغداد الموسيقى العربية وأكوار الفرق الفنية في الدائرة بإشراف المايسترو علي خصاف في الساعة 6 من مساء يوم الخميس على قاعة الرباط في شارع المغرب في منطقة الأعظمية. وإلى مجلة سيدتي، ومن عناوين اخترنا لكم فساتين عروس نجمات شتوية، وفي هذه الصور نتابع.